هناك فشل كبير من ناحية عسكرية واستراتيجية بضرب منشآت إيرانية إن كانت نفطية أو نووية وما شابه، بل بقيت هذه الضربات فقط لحفظ ماء وجه إسرائيل بأنها ردت على الضربة الصاروخية الكبيرة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تل أبيب، أكثر من 200 رأس صاروخ باليستي دخل إلى داخل إسرائيل، وفشلت المنظومة الإسرائيلية بصدها في الشهر الفائت. أعتقد بأن يعني هناك إجماع أيضا الدولي، خاصة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكل الغرب يعني والدول العربية والإسلامية أدانت هذه الضربة باتجاه إيران، خاصة بأنها اعتداء على دولة هي عضو الأمم المتحدة ضمن القانون الدولي المادة 51 من قانون الأمم المتحدة الذي يمنع اعتداء على سيادة الدول. أعتقد بأن يعني لإيران حق الرد، وهي احتفظت وأعلنت بأنها سوف ترد بالمكان والزمان التي تراه مناسبين، وكما فعلت في المرة الماضية أعلنت بأنها سوف ترد وردت فيما اعتبرته هي الفرصة السانحة، وأعتقد بأنها سوف ترد بطريقة أو بأخرى وهي ترى الشكل المناسب للرد. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مصلحة الآن في انفجار الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بأنها على أبواب يعني عدة أسابيع للانتخابات الأمريكية وانغماسها في حرب أوكرانيا، وخاصة إذا ما تنبأنا بقدوم رجل كترامب إلى سدة الحكم، ربما وهو أعلن صراحة أنه سوف يقود الحرب في أوكرانيا.